السلام عليكم. اتكلمت قبل كده على نظرتك للأمور وازاي بتشوف الحياة. هل انت بتشوفها من خلال نظارة زي اللي انا لابسها، نظارة سودة وشايف كل حاجة من منظور واحد، ولا لا؟ في ناس كتير كان بقعد اتكلم معاهم وبساعدهم والاقيهم ان هم مركزين على مشكلة ومشكلة واحدة بعينها، وكأن الحياة وقفت على المشكلة ديت وبينسى ان عنده مميزات كتير. المميزات الكتير اللي عنده دي هو بيتغافل عنها لان هو عايش فيها طول الوقت، زي لو كان عنده بيت، لو كان عنده أسرة، لو كان عنده ناس بتحبه، لو كان عنده شغل، بينسى كل الكلام ده ويركز على نقطة واحدة، والنقطة دي كتر ما بيركز عليها بتزيد وتزيد وتزيد، لأن هو شايف من مجرد نظرة واحدة وشايفها في صورة واحدة. لازم تقلع النظارة اللي انت لابسها عشان تشوف الحياة بمنظور مختلف. وعشان كده ساعات لما بتتكلم مع ناس على مشكلة انت صادفتها في حياتك بيبقى ليهم تفسير مختلف تماما. واحد ممكن يقول لك الحمد لله، واحد يقول لك في ناس حصل لهم اكتر من كده، واحد يقول لك المشكله اللي حصلت لك دي ولا حاجه بالنسبه للمشكله اللي عندي. وخد بالك ما تقعش في الغلط اللي الناس كتير بتقع فيه. لما يحصل لك موقف تقول اشمعنى يحصل لي، ما يحصلش لاخويا او ما يحصلش لابن عمي او لاختي او لجوز اختي، او تقارن نفسك بحد. كل واحد عنده القصه الخاصه بيه. كل واحد لو قال لك مشكلته صدقني هتلاقي مشكلتك انت أهون وأحسن وأفضل. فعشان كده اتعلم من المشاكل اللي انت بتقابلها في حياتك. سيب النظارة السودة ما تلبسهاش وعيش حياتك. أوقات كتير قوي بسمع كلمة ان انا ما عشتش حياتي بالشكل اللي انا كنت عايزه، ما عشتش مع مراتي بالشكل اللي انا كنت عايزه، ما عشتش مع جوزي بالشكل اللي انا كنت عايزه، ما عشتش مع أولادي، عشان كده كبروا خلاص بقت لهم حياتهم الخاصة بيهم. عيش حياتك مع الناس اللي انت معهم دلوقتي، لان بعد 5 سنين او 10 سنين او 20 سنة هتفتكر اليوم ده وتقول ياه لو كنت رجعت تاني وكملت حياتي معهم، عشان ما تندمش وبعد كده تقول يا ريتني. لو عندك مشكلة تواصل معانا وان شاء الله هنقدر نساعدك او نلاقي لك حل على الاقل. سلام عليكم.